السلام عليكم يا أصدقاء، معكم محمد جيمز، واليوم سنلعب GTA Alien City، وهي عبارة عن DLC لGTA San Andreas. الكاتسينات التي فيها تحتوي على أصوات باللغة الروسية ومترجمة بالإنجليزية. لكن قبل أن نبدأ هذا المقطع، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة إن كنتم تحبون هذه النوعية من المقاطع. وكما ترون يا أصدقاء، هذه الكاتسين التي ترونها الآن هي لأحد المنظمات الخاصة بالفضائيين، طبعا لأحد المختبرات أعتقد يقومون بالتجارب على شيء ما. كما ترون لديهم آلات متطورة، كما ترون. وما هذا؟ لا أعرف ماذا يفعلون. أوه، هذا السي جي، لا أصدق. ما الذي يفعلونه بالسي جي؟ Не надо было копаться в огороде у Райдера. Ну и дурь он закопал. Башка раскалывает. كما ترون توجد كاتسينات، صوت في الكاتسينات، ولكن مع الأسف باللغة الروسية. أوكي، حسنا. أن وجد السي جي نفسه في مكان غريب، علينا الآن خروج من هذا المكان أعتقد. وتوجد هنا عندنا السيف جيم، أوكي؟ قدمت لي هذه تشيك بوينت. Hey, кто-нибудь, откройте. Hey, anyone, open. افتحوا لي هذا الباب. سيدري. ومن هذا الشخص؟ Что за фигня происходит? Не надо домой. Ха. Где твой дом, сынок? أعتقد أن هذا الشخص هو زعيم هذه المنظمة، وذلك الشخص الذي معه هو مساعده. أندريوس. سيقول لبعض الأشخاص هذا الشخص هو إنسان، ولكن هو ليس إنسان، هو فضائي يا أصدقاء. Это твой второй день рождения. Долгая история. Со временем все узнаешь. قال لها دي ولادتك الثانية، قال لها بأنك قد مت ونحن قمنا بإحيائك مرة أخرى. قال لا، سجلت تظنني أغبيا لأصدق ما تقول. أوكي، حسنا، أن سوف يقوم بشرح الأمر للسيجي. Но тогда я вам зачем? И кто вы? Это уже ближе к делу. Я هذا الشخص هو عمدة مدينة الفضائيين، وهو الذي قام بإحضار السي جي إلى هنا لأنه يريد أن يقوم بالعمل عند الاشتغال عنده، يحتاج إلى أشخاص أقوياء ليقوموا بمساعدته. هذا الشخص يقول بأن هدفه هو حماية الناس والقضاء على الأشخاص الذين يحاولون تدمير مدينة الفضائيين، ولكن هذا الشخص الذي أهداف شريرة صراحة وليست أعمال جيدة صراحة. هدفه هو السيطرة وكذلك التدمير وأشياء أخرى. سيقوم باستغلال طبعا السي جي في أعماله، طبعا يقوم بقتل الأشخاص الذين يحاولون القضاء عليه وكل شيء. Follow me إذن سي try to escape get away. قال لي إذا ابتعدت عني 5 مترات سأقوم بقتلك، لا تبتعد عني كثيرا. وبهذه المناسبة سنقوم باستكشاف هذا المكان. واو، شاهدوا شخصيات ستار وورز. واو، هذا المكان صراحة جميل جدا. واو، شاهدوا المكان يا شباب، صراحة هذا المكان جميل جدا. كذلك بالنسبة لهذا المود فهو مختلف من جميع النواحي، يعني 90% من هذه اللعبة يعني تغير تماما، يعني الخريطة، الأمكنة، الشخصيات، الملابس، الأسلحة، كل شيء، السيارات، يعني كل شيء مختلف في هذا المود. شاهدوا كذلك قدرات السي جي الجديدة، واو، مطورة. وكذلك توجد العديد من الأسرار والخفايا في هذا المود، سأتطرق إليها في أحد الحلقات يا أصدقاء، طبعا عندما يكون عندي الوقت. بالنسبة للأشخاص الذي سيتساءل كم عدد المهمات التي توجد في هذا المود، توجد حوالي 50 مهمة طبعا. 50 صراحة القصة جميلة جميلة، هذه القصة صراحة جميلة. يعني لم أختم كاملا لأنني وجدت بعض الصعوبات في المهمات الأولية طبعا. اوكي، الان سنذهب الان الى هذا المصعد اعتقد. اوكي،
أن سوف يكلفوننا بمهمة قتل، يعني نقوم بقتل أحد الأشخاص. من الممكن أن يكون هو عدو لهم لهذه المنظمة الخاصة بالفضائيين. طبعا من خلال كلام العمدة فهمت أننا الآن في عام 2030 وليس في عام 2004، يعني الأمور تغيرت، يعني أن الفضائيين كأنهم سيطروا على كوكب الأرض وصارت صاروا يعيشون في مكان واحد. لأنه go alone take up the elevator there you will find them. قال له بأن هناك خنجال داخل السيارة، استخدمه وقم بقتل ذلك الشخص. قال له وإذا قبضت عليك الشرطة الفضائية فأنت لا تعرفون طبعا. قال له ولا تحاول الفرار لأننا نراقبك من جميع النواحي. قال له لديك فقط 3 ساعات، إذا لم ترجع في خلال 3 ساعات فأنت ميت. أو شاهدوا التايم، أعطوني التايم 3 ساعات كما أخبرنا ذلك الشخص. أوكي كما أن سوف نذهب للقيام بالمهمة. أو شاهدوا الأشخاص الذين يعيشون هنا. شاهد هذا الشخص هو من فصيلة الوحوش. أوكي أنا لقد قمنا بالركوب في السيارة. أوكي أنا سوف نذهب. طبعا هذه المهمة طبعا إذا لم تكن تعرفون يعني الطرقات يعني في مدينة الفضائيين فلن تستطيعوا الذهاب إلى تشيك بوينت يعني في الوقت الذي طلبوا منكم. أوكي لقد وصلت، الآن سوف أقوم بقتله. أوكي تعال 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 تعال، خذ. هيا موت. كما ترون هذا الخنجر الذي يستخدمه السجي لديه 3 شفرات، أن علينا أن نقوم بالهروب. أوه لم يبقى إلا 27 ثانية، كيف سأصل في غضون 25 ثانية؟ الأمر مستحيل. يبدو أنني خسرت هذه المهمة يا شباب. أوه شاهدوا مدى وجدتي أصدقاء، وجدت هذه الزلاجة. هذه الزلاجة ستقوم بتسهيل لنا المأمورية، سريعة جدا. واو سرعتها خارقة صراحة يا شباب. اوكي الان بعد ان نصل الى تشيك بوينت ساعود اليكم. يعني هذه المهمة هي سهلة ولكن بالنسبة للوقت فهي صعبة. اوكي ميشن باست. اوكي لقد قمنا باجتياز المهمة، وكذلك لا يمكننا الخروج من هذا المكان مع الاسف. يعني علينا ان نقوم باجتياز مهمة الخاصة بالمنظمة الفضائيين. يعني يمكنكم القيام بالسيف جيم طبعا في هذا المكان، ولكن مع الاسف لا يمكنكم طبعا يعني التجول في المدينة يعني في هذه الفترة. طبعا عليكم اجتياز المهمة الاولية بعدها تكونون احرار. يمكنكم التجول في المدينة وقيام بمجموعة من الاشياء، مجموعة من الاشياء الجديدة سوف ترونها في هذا الموضوع ان شاء الله. الآن سوف نلتقي للمهمة الثالثة وليس للمهمة الثانية، لأنني وجدت أنني لم أسجل المهمة طبعا الثانية. هي كذلك سهلة من ناحية طبعا. أوكي الآن طلب منا الآن هذا الشخص أن نقوم بإحضار له DNA طبعا. أحد الأشخاص اسمه البروفيسور يريد طبعا يعني هو عدو هذا الشخص، يريد من القضاء عليه والأخذ DNA طبعا. الآن يخبره ما الذي حدث. قال له بأنك قد مت. قال له بأن أخوك سويت هو الذي قتلك. إنه فقط يكذب علينا والله، فقط يكذب على السي جي، إنه فقط يكذب. سويت لم يقتل السي جي ولم يحصل أي شيء من هذه الأشياء، كل هذه الأشياء فقط أكاذيب، لأنه فقط كما قلت لكم فقط هو يقوم باستغلال السي جي لتحقيق أهدافه طبعا. هناك شخص اسمه البروفيسور يقوم بإعادة إحياء الأشخاص الذين ماتوا في الأرض. علينا الآن الذهاب والقضاء على ذلك الشخص، يعني سيقوم يعني باللقاء مع بعض الأشخاص ونحن علينا مباغتتهم طبعا. أوكي أعتقد أننا سنذهب من هذا المكان، من هذا الطريق. أوكي
هاي تشيك بوينت كما ترون يا شباب. سنركن السيارة هنا ثم ننتظر. اوكي. And here our is our bet. اوكي. هل هذا هو البروفيسور؟ لا لا ليس هو. علينا الان ننتظر للبروفيسور. Here is it. لن تصدقوا من سيكون البروفيسور يا اصدقاء. هل تصدقون من؟ انه تروت يا اصدقاء. تروت ذلك الشخص الذي كان لدي علاقة مع الفضائيين والجرينجو. اوكي حسنا الان سنقوم بالقضاء عليهم. اوكي اوكي حسنا قد بدأت المعركة. لقد هرب البروفيسور. اصيب صديقنا لا اصدق. وعلينا الان ملاحقة البروفيسور. قال لي لا تدعوا يهرب. اذا 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 هرب فان العمدة لن يبقينا على قيد الحياة. اوكي حسنا. اوكي الان سوف نقوم بملاحقته. طبعا يا اصدقاء لن تصدقوا من يكون هذا البروفيسور. البعض منكم لن يلاحظ بشكل جيد في البداية. هذا الشخص هو تروت. تروت ذلك الشخص العجوز الذي كان يطلب من السي جي يعني والذي طلب من السي جي سرقة الجيك بات وطبعا سرقة اخذ الجرينجو. هو الذي حير اللاعبين يعني قالوا بان من الممكن ان يكون لديه علاقة مع المخلوقات الفضائية. يعني لأنه فقد جزء من ذاكرته لا يعرف ما الذي حدث له بالضبط وكيف مس وكيف تم إعادة إحيائه طبعا. لكن تروت يتذكر السي جي جيدا وسيحول جيدا تروت ليقوم بإنقاذه وطبعا يقوم طبعا بإقناعه للانضمام إليه للقضاء على العمدة طبعا. أوكي حسنا. يعني كما قلت لكم قصة هذا الموضوع هي مرتبطة بقصة جي تي إي سان أندرياس طبعا. يعني الأشياء التي لم نكن ندركها في جي تي اي سان أندرياس سنتعرفها في هذا المود. يعني جميع من الأشياء يعني الحوادث الغريبة التي حدثت سوف نتعرف حقيقتها في هذا المود إن شاء الله. أوكي. إنه يا رب صراحة ديستنس. أوكي سوف نقوم ب طبعا توجد العديد من الفخخ في هذا المكان طبعا عليكم أن تحضروا طبعا. أوكي جميل جدا. أوكي اوكي هل وصلنا؟ اوكي لقد وصلنا. الى اين تهرب يا تروت؟ الى اين؟ You are making a mistake سي جي. كيف عرفت اسمي؟ قال لي بان العمدة يريد قتلي وانا لدي الدي ان اي الخاص بك. انه لا يهتم من اجل المواطنين الفضائيين فقط يهتم من اجل نفسه. قال لي بأنك اخترت الجانب الخطأ للعمل معه طبعا. قال لي لا يجب عليك ان تثق في العمدة فقط يخدعك. لقد رمى قنبلة الغاز الدخانية. سي جي قام بالاختناق طبعا واستطاعت روت الفرار طبعا. اوكي What if he is right? الآن بدأ يفكر فيما قاله تروت له. طبعا. سأله العمدة سأل السي جي قال له قتلت العمدة؟ قال له نعم يس I throw his body into sea. قال له رميت جثته في البحر. فقط يكذب على العمدة. يعني بدأ السي جي يفكر فيما قال له تروت. قال له بأنك لا يجب أن تثق في العمدة فقط يخدعك. لديه مصالح شريرة وليست مصلحته هو إنقاذ المواطنين والأشياء الأخرى. الآن انتقلنا إلى المهمة الأخرى. أوكي طلب منا العمدة الآن الذهاب إلى أحد الأمكنة طبعا. آه
الآن أعتقد في هذه المهمة أن العمدة اكتشف أن السي جي كذب عليه، يعني قال له بأنني طبعا تخلصت من جثة ستروت وأشياء أخرى، ولكن فقط يكذب. هو أتانا اتصال من عندي العمدة، قال له هل أنت في السيارة؟ قال يس يس. واتس نيكست؟ قال ما هو التالي؟ قال لأنني أعرف أنك كذبت علينا، أنت لم تقتل العمدة، مع السلامة. أولا أولا حدث انفجار في ذلك المكان، المات السي جي. قامت روت بإنقاذه، لا أعرف كيف، ولكن ليتر الصديق لا يدع صديقه في المحائن. أوكي هذا هو الصديق الوفي، وإلا فلا. أوكي حسنا يا أصدقاء، أعتقد أننا هنا وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. قولوا لي آراءكم في الردود حول هذا الموضوع، أعجبكم أعجبتكم القصة طبعا، ومع السلامة.